يقول الشيخ هذا السائل: شخص قرأ القرآن كاملا لمرة واحدة، وآخر قرأ سورة الإخلاص أكثر من 3 مرات عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل 1/3 القرآن، فأيهما يكون الأفضل؟ وإذا كان الأفضل الأول، فما معنى الحديث الوارد في فضل قراءة سورة الإخلاص؟ نعم، هذا غلط، أنه يجعل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل قراءة القرآن كله. قراءة القرآن كله بما فيه سورة الإخلاص أفضل، ولا شك أن سورة الإخلاص ثبت أنها تعدل 1/3 القرآن في الأجر، لا في التلاوة، في الأجر. قد كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتابا في هذا الموضوع، سماه جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل 1/3 القرآن. نعم.